شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتحدث على نحو الاختصار حول موضوعين: الموضوع الأول معالم عصر الظهور، والموضوع الثاني التمهيد لعصر الظهور. أما بالنسبة إلى الموضوع الأول، ففي الآيات الكريمة وفي الروايات إشارات إلى معالم ذلك العصر، ونحن نشير بإذن الله تعالى إلى ثلاثة من هذه المعالم. الأول منها يتعلق بالبعد الديني، والثاني منها يتعلق بالبعد الاقتصادي، والثالث منها يتعلق بالبعد العلمي. أما حول البعد الأول وهو البعد الديني، فإحدى معالم عصر ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هي الوحدة العقائدية، الآية الكريمة تقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولكن هذا الظهور
بالمعنى الشامل لهذه الكلمة لم يتحقق إلى الآن ولن يتحقق إلا في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حيث في ذلك العهد تحكم هنالك وحدة عقائدية وربما وحدة فكرية أيضا، هنا سؤالان، ولكن قبل أن نطرح هذين السؤالين نشير إلى بعض الروايات الكريمة الواردة في هذا المجال التي تشير إلى الوحدة العقائدية وربما أيضا إلى الوحدة الفكرية. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى لا تبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله بكرة وعشية. لعل معنى هذه الرواية أن الإسلام لا يسود المدن الكبيرة وإنما يمتد حتى إلى أصغر قرية في العالم، لا يوجد هنالك دين آخر، بعد لا توجد هنالك مسيحية ولا يهودية ولا بوذية ولا شرك، الدين الوحيد هو الدين الحق. هذه الرواية مذكورة في كتاب المحجة في صفحة 86. الرواية الثانية لعلها أشمل من الرواية الأولى، عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية مذكورة في تفسير العياشي المجلد الثاني صفحة 87. يقول الإمام طبق هذه الرواية حتى لا يبقى أحد. الرواية الأولى موضوعها القرية، ولكن هذه الرواية تشمل كل فرد من أفراد البشر، حتى لا يبقى أحد إلا أقر بمحمد صلى الله عليه وآله. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولو قام الإمام المهدي باللفظ الذي يقام عند ذكره صلوات الله عليه، ليبلغن من دين محمد صلى الله عليه وآله ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون شرك على وجه الأرض. الرواية الأخرى
هذه الرواية أيضا مذكورة في تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 56. الرواية الأخرى مذكورة في كتاب الغيبة للنعماني، ولعل هذه الرواية لها عموم يشمل حتى الوحدة الفكرية لا الوحدة العقائدية فقط. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طبق هذه الرواية: ثم يجمعهم على أمر واحد. في نفس الكتاب عن الإمام الحسين صلوات الله عليه: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض. هذه التمزقات التي نشاهدها الآن، إذا كان هذا العهد هو عهد ما قبل الظهور، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر، ويلعن بعضكم بعضا، التكفير والتلاعن والبراءة، يقوم الإمام المهدي صلوات الله عليه ويدفع ذلك كله. هذه الروايات الأخيرة تدل على معنى أعمق من الوحدة العقائدية، ولعلها تشير إلى نوع من أنواع الوحدة الفكرية أيضا. في هذا المجال هنالك سؤالان. السؤال الأول: ما هي أهمية الوحدة العقائدية؟ الجواب على ذلك بكلمة واحدة: الوحدة الاجتماعية، الوحدة السياسية لها مجموعة من العوامل مؤثرة في صنع هذه الوحدة، ولكن أهم هذه العوامل هي الوحدة العقائدية والفكرية. إذا توجد هنالك وحدة عقائدية وفكرية، الوحدة الاجتماعية تتحقق. إذا ما كانت هنالك وحدة عقائدية ووحدة فكرية، الوحدة الاجتماعية لا تتحقق. نحن عندنا وحدة لونية، وحدة إقليمية، وحدة جغرافية، وحدة لغوية، ولكن جميع هذه الوحدات لا تنفع إلا إذا كانت هنالك وحدة فكرية وعقائد. إذا لا توجد هنالك وحدة عقائدية، لا يمكن عادة أن يكون هنالك سلام في العالم. أنتوا الآن لاحظوا التاريخ، ألوف الأعوام البشر يعيش هذه الحالة التي تنبأت بها الملائكة. الملائكة من اليوم الأول قالوا لله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ سفك الدماء، هذه الظاهرة الموجودة لا يمكن عادة أن تنتهي، القتل،
التناقضات، التناحرات، ما دامت هنالك، ما دام هنالك اختلاف فكري وعقائدي، من الممكن واحد من الناحية النظرية يقرر التعايش، ولكن من الناحية الواقعية التعايش عادة مو ممكن. وهذه الحروب وهذه الثورات وهذه الاضطرابات الاجتماعية السياسية المحلية العالمية ستبقى رغم جميع شعارات التعايش. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذه القاعدة المهمة من قواعد الخلاف والنزاع وسفك الدماء يزيلها من الوجود. جميع البشر يقعون في الخط الذي قرره الله تعالى لعباده، وبذلك يسود السلام والوئام العالم كله. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يتحقق هذا الأمر؟ هذه الوحدة العقائدية وربما الوحدة الفكرية كيف تتحقق؟ وكيف يحققها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ يمكن أن تكون هنالك ثلاثة عوامل مساعدة. العامل الأول وضوح الحق. إحنا نظن أن أغلب البشر لا يعرفون الحق، الناس أعداء ما جهلوا. أكو هنالك فرقة معاندة، أفراد معاندون، ولكن أغلب البشر لا يعرفون الحق. الحق يمثل الأفضل. هذا مثل قديما، هذا المثال الوالد كان يمثل به رحمة الله عليه. إذا في بيت أكو شمعة من هذه الشموع القديمة، وجاءت هذه المصابيح الكهربائية الجديدة، أكو واحد يفضل الشموع القديمة أو المصابيح الزيتية القديمة على المصابيح الكهربائية الجديدة؟ إلا إذا يكون معاند، والمعاند قليل، أو يكون جاهل ما يعرف، لا يعرف ذلك. أما إذا واحد يشوف هذه المصابيح فلن يفضل عليها غيره. الحق عندما يظهر للبشرين الذين لا يعاندون الحق، المانع كان هو الجهل، هذا الجهل يرتفع. هذا هو العامل الأول المحتمل. المسيحيين الآن في العالم لعل أكثرهم لا يعرفون الحق، في عهد الإمام الحجة صلوات الله عليه يعرفون الحق. أكو هنالك رواية لعلها تشير إلى هذا العامل، هذه الرواية موجودة في غيبة النعماني عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى: حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم أنه الحق. الإمام الباقر صلوات الله عليه على ما في هذه الرواية يقول: يعني بذلك خروج المهدي، هو الحق من الله يراه هذا الخلق. إذا الناس شافوا الإمام المهدي وعرفهم الحق يؤمنون بالحق. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني لذلك فشل التجربة. البشر عند أمل، أكو هنالك رواية: حتى لا يبقى صنف من الناس إلا حكم الناس، لأن كل تجربة ما شاهدت النور أكو هنالك أمل بها، ولكن بعدين هذه التجربة تأتي وتفشل فشلا ذريعا. كثير من الناس كانوا ينتظرون التجربة الشيوعية، والملايين في العالم كان لهم أمل بهذه التجربة، وإذا بهذه التجربة فشلت فشلا ذريعا. والاتحاد السوفيتي اللي كان معقل الشيوعية العالمية تحول إلى دولة من دول العالم المتخلف. التجربة الرأسمالية، كثير من الناس كان لهم أمل بهذه التجربة، ولعله الآن كثير من الناس عندهم أمل بهذه التجربة، ولكن هذه التجربة حكمت وأثبتت فشلها، وفي المستقبل سوف يثبت فشلها الذريع أكثر. نقلت لكم فيما مضى أن وزير الزراعة الأمريكي صرح علناً أنه عشر الشعب الأمريكي يعاني الجوع. هذا مو فشل؟ هذه الدولة العظمى اللي لعله لم يأتي في التاريخ دولة تملك هذه القدرات والإمكانات الضخمة في التاريخ المقروء، لعله لا توجد هنالك دولة بقوة هذه الدولة حتى من الناحية الاقتصادية. هذه التجربة فشلت فشلاً ذريعاً، ويوماً بعد يوم يثبت أكثر فشل هذه التجربة. في مكان كان كاتب أنه في تقرير: في كل ثانية يقدم فرد على الانتحار. طبعا بعضهم يفشلون. الآن كم ثانية احنا قاعدين هنا؟ في كل ثانية واحد ينتحر. هذا اللي ينتحر يعني بعد أي أمل ما عنده، بلغ إلى مرحلة اليأس المطلق. هذا مو فشل التجربة؟ ولا يبقى صنف من الناس إلا حكم الناس وكلهم يفشلون. بعد أمل ما يبقى. هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث تكامل العقول. هذه الرواية
عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: إذا قام المهدي عجل الله فرجه، باللفظ الآخر، وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أحلامهم. الرواية مذكورة في بحار الأنوار جزء 52 صفحة 336. هذه العوامل الثلاثة: العامل الأول وضوح الحق، العامل الثاني فشل التجربة، العامل الثالث إكمال العقول، لعلها تكون من العوامل المساعدة في تحقيق هذا الهدف الأول: الوحدة العقائدية والفكرية. البعد الثاني، هذا البعد الأول الذي يرتبط بالمجال الديني، البعد الثاني الذي يرتبط بالمجال الاقتصادي، هذا الشيء الذي يبحث عنه البشر وهو الرفاه. الآن في علم الاقتصاد في العالم بحث من ضمن البحوث الاقتصادية البحث حول الرفاه. إلى الآن أقلية من البشر تمكنت أن تصل إلى هذا المستوى وأن تحقق الرفاه، ولكن لأغلبية البشر هذا حلم بعيد المنام. في عهد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كما في الروايات: الرفاه يعم جميع البشر حتى لا يبقى هنالك محتاج. هذه الرواية في بحار الأنوار عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن المهدي إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته، زكاتك، فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك، بعد ماكو هنالك محتاج، واستغنى الناس بما رزقهم الله من فضله. في رواية أخرى عن الإمام الباقر حتى صلوات الله عليه: لا ترى محتاجا إلى الزكاة، محتاج بعد ما. والروايات كثيرة، أنا أختصر. كيف يحقق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا الرفاه؟ يمكن أن تكون هنالك عوامل غيبية، اليد الإلهية التي تشاء أن يكون البشر في ذلك اليوم سعيدا، ولكن يمكن أيضا بضميمة العوامل الغيبية
أن تكون هنالك عوامل طبيعية، وهذا العامل الطبيعي أن الإمام الحجة صلوات الله عليه يطبق قانون الله، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه مذكورة في كمال الدين. الإمام الباقر كما في هذه الرواية يقول: فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر. هذا يمثل قانون من قوانين الإسلام. الأرض لله ولمن عمره. طبعا بلا إشكال عهد الإمام الحجة صلوات الله عليه له خصوصيات، ولكن حقيقة إذا هذا القانون يكون حاكم، الأرض لله ولمن عمرها، لعل كل الأرض لا تعمر ولكن لعل كثيرا من الأرض تعمر. الآن الدول تمنع مثل سبع ضاري، أكو هنالك في كتاب الإرث يقولون الأخ يحجب الأم ولا يأكل شيئا، هذه طبيعة الإخوة في باب الإرث، يحجبون الأم ولا يأكلون شيئا. الدول الآن القوانين الوضعية هذه طبيعتها، هي لا تعمر الأرض ولا تدع أحداً يعمر الأرض. الآن إذا دولة من الدول تقول كل الناس أحرار ضمن إطار طبعاً، تشرف حتى لا يجحف أحد، لا يظلم أحد، لا يضر أحد أحداً، كل هذه الأراضي أو كثير منها يعمر، لكن ما يخل. في رواية أخرى في البحار عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدمها إلا على النبات. من العراق إلى الشام كل هذه الأراضي تعمر. قانون آخر من قوانين الإسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. هذه الغابات للجميع، هذه البحار للجميع، هذا النفط الذي جعله الله في باطن التربة للجميع. في عهد الإمام الحجة صلوات الله عليه لعل جزءه بعوامل غيبية ولعل جزءه بعوامل طبيعية، جميع الكنوز الموجودة في الأرض تخرج. في هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنها. الآن إذا دولة من الدول تعلن أن كل الكنوز مباحة وكل المعادن مباحة، طبعا مع الإشراف على أن لا يظلم أحد أحدا بضوابطه، مثل ما الدولة الآن عمليا تقول ماء الفرات للجميع. أنتوا الآن إذا تروحون على ماء الفرات أي مقدار تردون من الماء بشرط أن لا تضر الآخرين ولا يكون هنالك إجحاف ولا ظلم، أي مقدار تريدون خذوا من ماء الفرات، أكو واحد يمنعكم. إذا قانون من القوانين يقول كل الغابات للجميع، النفط للجميع، الأسماك للجميع، الكنوز للجميع، ألا تعمر الأرض ولو تعميرا نسبيا؟
احنا ما نقول ذلك التعمير الذي يحدث في عهد الإمام صلوات الله عليه. هذه القوانين الباطلة كلها في ذلك اليوم تسقط، وهذه ربما تكون من العوامل في ذلك الرفاه الذي يحكم في ذلك اليوم. في البعد الديني الوحدة العقائدية، في البعد الاقتصادي الرفاه، البعد الثالث البعد العلمي التكامل، التكامل العلمي الذي يحدث في عهد الإمام الحجة صلوات الله عليه ليس له نظير في تاريخ البشرية. نكتفي برواية واحدة، الرواية مذكورة في البحار عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: العلم 27 حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان. هل هذان الحرفان فقط فيما يرتبط بأمور الدين؟ يمكن أن يقال إنه أعم، لأن الرسل لم يصلحوا دين الناس فقط وإنما علموهم الدنيا أيضا. آدم صلوات الله عليه وعلم آدم الأسماء كلها، إدريس علم الناس أهم عنصر في الحضارة البشرية، هذا تقدم حضارة البشر. ما هو أهم عنصر في تقدم حضارة البشر؟ الكتابة، لأنه لولا الكتابة ما كان هنالك تراكم في المعرفة، وما وصلت الحضارة إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه. إدريس علم الناس الكتاب، داود علم الناس صناعة الدروع لتحصنكم من بأسكم، الأنبياء صلوات الله عليهم علموا الناس دينهم ودنياهم. فلعل هذه العبارة أعم من الدين فقط، الدين والدنيا. فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام المهدي صلوات الله عليه أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. يعني العلم كله يظهر في ذلك العهد. وهنالك رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. حتى المرأة تكون عارفة بالكتاب والسنة. هذه باختصار بعض المعالم التي تتوفر في عصر الظهور. نتحدث باختصار حول موضوع ثاني، وهذا الموضوع الثاني أن الروايات الشريفة تتحدث أن هنالك أفراداً يمهدون للإمام المهدي
صلوات الله عليه، ويوطئون له وهذا فخر كبير أن يكون الإنسان من الذين يمهدون لقدوم الإمام المهدي صلوات الله عليه. نحن نقرأ بعض الروايات التي تشير إلى ذلك. هذه الروايات روايات مختلفة وترتبط بمناطق مختلفة. من جملة الممهدين للإمام المهدي صلوات الله عليه رجل يقال له اليماني وجماعته، هؤلاء من الذين يمهدون لظهور الإمام المهدي. الإمام الصادق كما في هذه الرواية يقول: ليس في الرايات أهدى من راية اليماني. هذه العبارة تدل على أن هنالك رايات، وهي رايات هدى. الراية علامة جماعة متحرك. يظهر من هذه الكلمة أن تلك الرايات رايات هداية. يمكن أن تكون هنالك طبق هذه الرواية رايات هداية، ولكن أهدى هذه الرايات يعني أقربها إلى الهداية راية اليماني، هي راية حق، لأنه يدعو إلى صاحبكم. يعني اليماني يظهر ويدعو للإمام الحج صلوات الله عليه، ويمهد للإمام الحج. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، يعني روح ساعد وعاون، فإن رايته هدى. هذه إحدى العلامات التي تدل بعض الروايات على أنها من العلامات المحتومة. في بحار الأنوار حول اليماني يهدي إلى الحق، في رواية أخرى في البحار يخرج من اليمن. هذا خروج غيبي أو أكو هنالك تمهيد في اليمن لليماني، يعني اليماني فجأة ينبت في اليمن بعوامل غيبية، أو أكو هنالك عوامل طبيعية تمهد لوجود أمثال اليماني. هذا الاحتمال وارد، أن هنالك جماعة يخلقون أرضية في اليمن، على هذه الأرضية يخرج اليماني وأتباعه. في رواية أخرى حول اليماني فيكشف بنوره الظلماء ويظهر به الحق بعد الخفاء. هذه راية، وهذه الراية تدعو إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهي راية حق. هناك راية أخرى في الروايات، وهي الراية التي تخرج من خراسان. في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه
تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفة، يعني هذه الرايات تتحرك من خراسان وتأتي إلى العراق إلى الكوفة. فإذا ظهر المهدي صلوات الله عليه بعثت له بالبيعة، هذه تبايع الإمام المهدي، وقاعدة تكون جزء جيش الإمام المهدي صلوات الله عليه. في رواية أخرى على مقدمتهم هؤلاء الذين يخرجون من خراسان، رجل يقال له شعيب بن صالح أو صالح بن شعيب، توطئ للمهدي سلطانه، يعني تمهد له الطريق. يبدو من هذه الروايات أن الإمام الحجة صلوات الله عليه ينتصر بعوامل طبيعية مضافا إلى العوامل الغيبية، كما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله انتصر بعوامل طبيعية وغيبية أيضا. الرواية الأخرى عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، نفس الراية، راية خراسان أو راية أخرى، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، قتلاهم شهداء، يعني هذه الراية راية حق لا راية باطل. الرواية الأخرى تتحدث عن الطالقان، هل يراد بها طالقان الفعلية بمفهومها الفعلي أو يراد شيء آخر؟ ظاهرها هي منطقة طالقان. له، يعني للإمام الحجة صلوات الله عليه، هذه الروايات غالبا بالبحار موجودة، له كنز بالطالقان، ما هو بذهب ولا فضة، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد، لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الجمر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، كأن في قلوبهم القناديل، شعارهم يا لثارات الحسين صلوات الله عليه، بهم ينصر الله إمام الحق. بهؤلاء الأفراد، فهؤلاء جماعة أيضا ينتصر بهم الإمام. في رواية أخرى، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه، أكو هنالك حالة تطلب للإمام المهدي وحالة بحث عن الإمام المهدي. هذه العبارات المختلفة، يوطئون للمهدي سلطانه، هذه عبارة وردت في هذه الروايات، توطئ للمهدي سلطانه. العبارة الأخرى، لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. العبارة الأخرى، بهم ينصر الله إمام الحق. العبارة الأخرى، لأنه يدعو إلى صاحبكم،
هذه العبارات تدل على أن جماعة من الناس تنال هذا التوفيق، أنهم يساهمون في هذه الحركة التي انتظرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتظرها الأولياء، وانتظرها الصالحون، وتنتظرها البشرية الآن. هنالك قضية مذكورة في بحار الأنوار أذكرها باختصار. صاحب البحار رحمة الله عليه ينقل هذه القضية، يقول: كان هنالك رجل يقال له الأربلي أو الإربلي. هذا الرجل يقول: في يوم من الأيام حضرت عند أبي، وكان عنده رجل، فنعس ذلك الرجل ووقعت عمامته، فرأيت تحت العمامة في رأسه أثرا عظيما، كأنه واحد ضارب بسيف برمح. فقلت له أو فقال له أبي: ما هذا الأثر؟ فقال: هذا الأثر من صفين. قلت له: أين أنت وأين أيام صفين؟ إشلون هذا الأثر من صفين؟ قال: أنقل لك القضية. القضية أنني تصاحبت مع رجل من البلد الكذائي، لا أذكر ذلك البلد، في الطريق، فتذاكرنا حرب صفين. فقال ذلك الرجل، كان رجل يبدو ناصبيا: لو كنت في صفين لرويت من رمحي هذا أو من سيفي هذا، لرويت رمحي من دماء علي وأصحابه، أنا كنت أقاتل. فقلت له: ولو كنت أنا في صفين لرويت رمحي هذا أو سيفي من دماء معاوية وأصحابه. قلت له: أنا الآن أفرض نفسي من أصحاب علي، وأنت أفرض نفسك من أصحاب معاوية، فلنتقاتل. يقول: فبدأنا بالقتال، ولم أشعر إلا وأنا ساقط على الأرض. ضربه، يبدو ذاك الرجل الناصب، ضربة برمحه أو بسيفه فسقط على الأرض. يقول: سقطت على الأرض وإذا بي أشعر رجلا وقف علي ومسح على جرحي، فالتأمت جرحي فورا. ثم ذهب، غاب قليلا وجاء برأس وقال: هذا رأس عدوك. فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه.
وأنت نصرتنا فنصرناك. وإذا سئلت عن هذا الجرح فقل إنها من أيام صفين. الإنسان ينبغي عليه أن يحاول أن يكون ممن ينصر الإمام الحج. الآن بكنوز طالقان، هذا نوع من أنواع النصر. برايات خراسان، هذا نوع من أنواع النصر. بحركة اليمن، هذا نوع من أنواع النصر. بتأليف كتاب حول الإمام الحج، هذا نوع من أنواع النصر. الآن الإمام الحج صلوات الله عليه غريب في هذه الدنيا، لأن الإمام الحج ما إلى حضور إلا في مناطق محدودة. أحد الإخوة المتتبعين قال أنا بحثت في صفحات الإنترنت كلها فلم أجد إلا 27 صفحة حول الإمام الحجة في الإنترنت، في مقابل مئات الألوف أو الملايين من الصفحات اللي تتناول كل شيء. 27 صفحة في الإنترنت حول الإمام الحج، وقال أغلب هذه الصفحات ضعيفة، ضعيفة من الناحية الكمية يعني، مو من ناحية المضمون. فالإمام الحج صلوات الله عليه حضور في الإنترنت ما هذا النوع من أنواع الغرب. حضور في الفضائيات ما إلى حضور في الفضائيات، في هذه المعارك الفضائية الهائلة كم مرة يذكر اسم الإمام الحجة صلوات الله عليه في هذه الليلة وليلة غد؟ هذا مو نوع من أنواع الغربة. في الجرائد والمجلات العالمية كم مكان يذكر اسم الإمام الحجة؟ هذا مو نوع من أنواع الغربة. نحن ينبغي علينا أن نحاول الانتصار للإمام صلوات الله عليه بالمقدار الذي نتمكن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت أفهم بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.